شوف انا وعدتكم اليوم اتكلم عن انه انا بعمل ديرما رولر لشعري، ايش فوائدها وهل هي عادي ما بتضر الشعر ما بتقطعه وغيره. اول اشي احنا بنعرف انه الديرما رولر هي الفكرة تبعتها هم ابر صغار زي ما انتم شايفين هون. هدول الابر الصغار شو بيعملوا؟ بيعملوا زي فتحات سطحية جدا خفيفة بالمكان اللي احنا بنحركها عليه. واحدة من الاسئلة اللي اجتني ايش العمق اللي نستخدمه. هلا عمق الابرة بتقدروا تبلشوا من 0.5 او 1، الاثنين بالنسبة لي نفس يعني نفس القوة، ما فرق كتير معي. هل بيوجع؟ ما بيوجع الم بس انه في نغزات طبعا، لانه هم بالنهاية ابر، بس مش ابر اللي بتألم. لا، في شغلة كمان، هل بنفع نستخدمها لوجهنا وشعرنا؟ صراحة ما بعرف، بس انا ما بنصح بهالاشي. ممكن تشتروا تنتين، واهم اشي تعقموها بعد كل استخدام سواء لشعركم بس او لوجهكم بس، كتير ضروري التعقيم وانها تتخزن بعلبتها. هاي من النقاط الأساسية. طيب السؤال هو كالتالي، حنين الديرما رولر ايش فكرتها؟ يعني ليش راح تفيد شعري؟ هل هي راح تدخل السيروم بفروة راسي؟ لا، الفكرة الأساسية من الديرما رولر بنات هي انه الديرما رولر حتعمل جروح بسيطة بالبشرة او بفروة الراس، بالتالي راح تتحفز خلايا اللي هي فروة الراس. ايش راح يصير؟ راح يصير تحفيز، راح يصير في زي اليرت عندهم انه يلا ابتدوا اعملوا انتاج، لانه في عنا جرح بدنا نلقم هذا الجرح ولو انه سطحي، او في عنا زي اتاك زي في هجوم. كيف بدنا نلقم هذا الجرح؟ انه احنا نبتدي تبتدي الشعره تصنع او البصيله تصنع بروتينات. هاي البروتينات بدورها راح تقوي بصيله الشعر. هلا الاشي الاكسترا اللي بسويه انه انا كمان برش سبراي اللي انا بسويه في البيت اللي هو اكليل الجبل، بتقدروا بدونه او مع اي سيروم ثاني بتستخدموه او بس الديرما رولر. طيب الديرما رولر اللي صورت لكم اياها هاي موجوده في ابلكيشن رفيق قسم السكين كير عندي، تدخلوا على او بتكتبوا حتى بالسيرش ديرما رولر، تختاروا العمق اللي انتو بدكم اياه. في عنا ال 0.75 وعنا ال 1 مليمتر، الاثنين مناسبين. ال 0.75 بحس انه جدا منطقي، فيعني اي ريكومند الجميع انه يختاروا ال 0.75 كبداية. لو استخدمتوها من قبل لا خلص خدوا 1.